نوفمبر من عام 1668، البرتغاليون يتحصنون بمنطقة ديو وقلعتها، إحدى المعاقل المهمة لهم على ساحل الهند الغربي. محاولاتهم مستمرة لاستعادة السواحل العمانية. سلطان بن سيف الأول يقرر توجيه ضربة موجعة لهم، فلا بد من حصارهم ومهاجمة سفنهم ومواقعهم العسكرية. 19 سفينة بأحجام مختلفة وعتاد كاف بقيادة راشد بن علي تأخذ طريقها إلى ديو، تنتظر الوقت المناسب أو ساعة الصفر، حتى إذا ما فتحت المدينة أبوابها عند الصباح، دخلت المجموعة الأولى من الأسطول وهي تخفي أسلحتها، وكأنها دخلت على حصان طروادة، ولكن يكتشف أمرهم ويهرب الناس إلى القلعة، فينزل باقي الجنود. المدفعية البرتغالية تدافع عن نفسها بوابل القذائف من القلعة، وكأن القذائف كلها تطلق في الهواء، فالجنود العمانيون يشحنون سفنهم بالغنائم ويحققون أهدافهم. ترفع المراسي للعودة وتنطلق، فيرسل البرتغاليون 8 سفن تفشل في اللحاق بالأسطول العماني الذي يواصل المسير حتى يصل إلى مسقط سالما غانما، وقد بث الذعر في صفوف البرتغاليين. تلك الغنائم تدفقت فلجا أمر الإمام ببنائه بين إزكي ونزوى، كما أمر ببناء الشهباء قلعة نزوى من غنائم تلك الحرب، لتبقى إلى اليوم تذكارا يشهد له بالانتصار، ويتعاقب عليها الأئمة والولاة، مزينة قلب المدينة، تحتفي بمرور 350 عاما على الانتصار، رغم بعدها عن السواحل والبحار.